أهلا بكم ومرحبا في هذه الحلقة الخاصة بسدود المغرب، السدود التي ضمنت لنا الأمن المائي والغذائي. سدود المغرب سياسة حكيمة، مبدعها هو الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، والذي رفع تحدي بناء سد كل سنة، وها نحن اليوم ننعم بخيرات سدودنا. نبدأ جولتنا الفضائية من أكبر سد في المغرب، سد الوحدة، الذي تبلغ حقينته حوالي 3800 مليون متر مكعب، من أكبر السدود الإفريقية، وهو له أغراض متعددة، منها مثلا حماية المنطقة من الفيضانات، وبالطبع توليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة طبعا إلى سقي المساحات. فهذا الخزان لوحده يتوفر على هذه الحقينة الكبيرة والحمد لله، والذي تعد هذه الحقينة فقط، يعني كامل الحقينة تعادل مجموع ما يتوفر عليه الجزائر حاليا من الماء في سدودها. فهذا سد واحد يعادل مجموع ما تتوفر عليه اليوم الجزائر من ماء في سدودها، وهذا في حد ذاته يبين لنا الفرق الشاسع ما بيننا وبين دولة الجار، التي يعني بدلا من الانهماك في ما يهم شعبها تسلط علينا حروبها المستمرة ودسائسها وكذبها ونفاقها لغاية في نفس يعقوب، والله تعالى أعطانا من حيث لا نحتسب. سد المسيرة، السد الموجود في إقليم سباط على وادي أم الربيع. هذا السد الذي تبلغ حقينته 2657 مليون متر مكعب، يعني جوج الملار و 657 مليون متر مكعب، وهو له دور أساسي في سقي هذه المنطقة. السد الشهير سد بالويدان بإقليم الظلال، هذا سد قديم بني في عهد الاستعمار، وبالضبط سنة 1953، وهو سد مهم جدا، بحيث أن حقينته تبلغ 1.2 مليار مليون، يعني الحقينة الإجمالية التي يمكنه أن تصل إلى 1.2 مليار مليون متر مكعب. ننتقل بعدها إلى سد يوسف بن تاشفين، هذا السد الموجود في منطقة شتوكا إتباها، له دور مهم جدا في سقي منطقة فلاحية مهمة جدا، الحقينة ديالو هي 300 مليون متر مكعب. ها فقد وصلنا إلى سد عبد المؤمن، هذا السد المهم جدا والموجود كذلك في سوسة من صدرها،
والذي يسقي منطقة كبيرة من سهل سوس، إلا أنه للأسف الشديد خلال هذه السنة الأخيرة عرف تراجعا كبيرا. هذه السنة والحمد لله حلت به أمطار وفيه مخزون مائي سيخصص بالدرجة الأولى من أجل تلبية حاجيات مدينة أكادير والمدن المجاورة. سد محمد الخامس، إقليم الناظور على واد ملوية، سد له حقينة وصلت حاليا إلى 950 مليون متر مكعب، وهو يلعب دورا كبيرا في النشاط الفلاحي وكذلك في إنتاج الطاقة وفي الحد من الفيضانات كذلك. فهذا من المنجزات التي تم تحقيقها منذ زمان، يعني إذ تم بناؤه سنة 1960 وتمت تعليته فيما بعد. سد وادي المخازن من أجمل وأكبر السدود في المغرب، فهو تابع لإقليم القنيطرة، وهذا الوادي في الحقيقة أو هذا السد هو سد عظيم جدا، بحيث أنه يؤمن السقيا في منطقة الغرب، وله دور كبير في كل الأغراض السقوية ولسقي